مرحبا بكم جميعا. هذا الفيديو اخويا ما يفوتكش لانه مهم مهم بزاف، وهذا الفيديو هذا قد يغير حياتك راسا على عقب، يعني قد يغير حياتك 180 درجه. فهمتي؟ بين 8 هذه ولا 9 هذيك 8. المهم 180 درجه. علاش اخويا اختاريت هذا الفيديو هذا؟ انا ما ماشي المهم هذا الفيديو ما عنده حتى شي علاقه بالسياسه، ولكن هاد الافكار اللي غادي نطرحها عليك في الفيديو هذا، كيفاش انك كيفاش الافكار ديالك اللي هي عباره على بالونات في الهواء تجيبها لارض الواقع، ما تبقاش في السماء. لان الافكار ديالنا عباره على بالونات بالونات اخويا، فهمتي؟ هاد البالونات هادي كتيرة، يعني ما اش نقولك العدد ديالها ما تصوروش، وكل نهار فكرة، يعني عندنا بزاف ديال الافكار، ولكن باش نجيبو هاد الافكار هادي للواقع يخصنا شنو؟ تيخصنا نتواصلو، خصنا التواصل، وخصنا الموارد، وخصنا نقنعو يعني الدماغ ديالنا واللاوعي ديالنا بان هاد الافكار هادي اللي عندنا يعني في الخيال ديالنا بغيناها تكون في ارض الواقع، او بغينا ننزلوها لارض الواقع. نعاود نرسم هاد المساله هادي. هنايا الواقع ديالنا هو هذا، عباره على بوكس، على صندوق او مربع. صندوق نسميه الواقع. هنايا هذه عبارة على بالون، كنا نقولو اسمح لي، عبارة على بالون. احنا خصنا الحاجة الصعيبة اللي كل واحد يعاني منها هي المسألة ديال كيفاش نجيبو الأفكار ديالنا، الأفكار عفوا، الأفكار ديالنا نجيبوها للواقع، فهمتي؟ تو ريسيل كري أولا أن نريفيرسيوها، فهمتيني؟ نعكسوها من السماء للأرض، فهمتي؟ واش عمرك فكرت يا خويا تقنع الدماغ ديالك بأن واش أوكي؟ بأن الأفكار ديالك هي عبارة على حقيقة. هذا هو يعني كما تنقولوا التحدي، وبزاف ديال الناس تعيشوا حياتهم كاملة، يعني تعيشوا حياتهم كاملة، فهمتيني؟ نقولوا عندهم 15 عام، 30 عام، 60 عام، تعيشوا حياتهم كاملة، نقول هاد المرحلة ديال الطفولة، تعيشوا حياتهم كاملة وما تفكروش، يعني ما تجلسوش واحد اللحظة في حياتهم وتفكروا كيفاش انهم يحطوا يعني الافكار ديالهم يجيبوها لارض الواقع. وكثير من الناس تعيشوا حياتهم كاملة وتتبقى هذيك الافكار في بلاصتها، يعني لعقود. بحال مثلا تلقى بنادم باقا عنده نفس الافكار ونفس الاحلام اللي كانت عنده فاش كان، يعني فاش كانت عنده 15 عام كانت عنده افكار، وصل 30 عام الافكار ديالو باقا افكار، وصل 60 عام ولا زالت يعني الافكار ثابته، مجرد يعني اش نقول لك ثابته في الهواء، كاينه في الهواء الطلق افكار. وفاش تنكونو حنايا مثلا تنقولو هاد المسألة اللي ذكرت ديال أن خصنا نقنعو الدماغ
الدماغ بأن الأفكار ديالنا الأفكار ديالنا حقيقية. إذا هنا ماشي يعني جاي نقولك خصنا نقنعو باش خص أدوات، فهمتيني؟ وسا ديبون يعني الفكرة ديالك، ولكن هاد النظرية هادي التطبيقية اللي غادي نشارك معاك اخويا، هادي يمكن اخويا تطبقها في اي حاجة، في اي بروجي، وفي اي حاجة في يعني في مناحي الحياة يمكن تطبقها. اولا الافكار باش تطبق خصنا الموارد. شنو هي الموارد ديال هاد الافكار اللي عندك في الدماغ؟ الموارد ديالها تكون مادية، معنوية، إلا كنتي ارتيست غادي تكون يعني شي حاجة فيزوال، وشي حاجة تتخيلها، وشي حاجة باغي تشوفها يعني في حقيقة. ثانيا يعني دراسة الموارد اللي هي مهمة بزاف، دراسة الموارد. هاد الموارد هادي خصك تدرسها، تجيب الموارد وغادي تدرسها. ثالثا شنو هي يعني، قد تكون هاد الموارد هاد الموارد عبارة على أشكال اللي كيما غادي تشوفوا هنايا في هاد البروجي اللي غادي نوريكم من هنا لقدام شنو تنعني. وغادي تحاول تدرس يعني هاد الأشكال هادي. قد تكون هاد الأشكال عبارة على مربعات، فهمتي؟ يعني بحال دابا هاد البناية هادي فيها المربعات، فيها المستطيلات، فيها مربعات طويلة عبارة على بحال سمعة حسان. انت كيف تشوف هنا كاين عدة يعني أشكال هندسية، فهمت؟ يعني مختلفة. فهذا تعطيني واحد الفكرة على الشكل ديال الفكرة ديالي. دابا عندي الشكل ديال الفكرة ديالي، وخصني نكونيكتي هاد الشي كامل. يعني هنا الدماغ فاش نرسم انا واحد الحاجة، وكما غادي تشوفوا من هنا القدام ديال الفيديو، غادي ربما فيجوال غادي تفهموا اكثر هاد النظرية هادي اللي هي مهمة. اولا جمع الموارد، فهمتيني؟ قبل ما تولي عندنا الموارد خصنا نجمعوها. شكون اللي غادي يعاون؟ الحاج جوجل هو اللي غادي نجمعو منه الموارد. سواء كنت يا خويا نجار، بناي، سدور، كنتي طالب عندك شي فكره، كيف ما كنتي، ولا عندك شي فكره ديال شي فيديو ولا شي حاجه، خصك تبحث على الافكار، وخصك تسجل هاد الافكار هادي، فهمتيني؟ تشوفها يعني تقد صوره مثلا تكون تتعبر على هذيك الفكره ديالك، وتحاول تجمع نفس الصور اللي تترتاح ليهم، اللي تتلقى يعني الفكره ديالك قريبه منه. وهذا الشيء غادي نشوفه من هنا لقدام في نفس هذا الفيديو هذا، غادي نشرح يعني فيجوال اكثر. يعني فاش تولي فاش يكون عندك الموارد، الدماغ ديالك تقتنع بان هذه الفكره هذه حقيقيه. وفاش دير دراسه الموارد، الدماغ ديالك تيولي يعرف الاشكال الهندسيه ديال هاد الموارد، وتسجلها وتصور قوة الدماغ، القوة ديال الدماغ. الدماغ ياك الدماغ ديالنا، القوة ديالو الخوت هو انه داير بحال واحد الساتيلايت، فهمتي؟ داير بحال واحد الساتيلايت ولا القمر الصناعي، هو تيمسح الارض، وتيحاول انه يجنب الانسان عده كوارث. فهو تيقوم بعمليه القمر الصناعي، تيقوم بعمليه المسح والتسجيل في نفس الوقت، يعني تيميموريزي هذاك الشيء اللي تيمسحو، يعني اللي تيصور. كذلك الدماغ، لان الدماغ اللي ما عطيناش واحد الحاجه مرئيه
غادي تدخل ليه الحلوفة وغادي يتلف، يعني ما يعرفش، يعني تبقى هو مقتنع بأن هذاك الشيء اللي هذيك المعلومات اللي سنعطيه هي مجرد معلومة، هي مجرد معلومات، معلوم يا يعني معلومات، اسمحوا لي، معلومات خيالية، يعني فيكشن. لكن فاش تولي نعطيو نزود الدماغ بمعلومات مرئية، عندما نزود الدماغ بمعلومات مرئية، هنا الدماغ تولي يعرف بأن هاد المعلومة اللي سنعطيه هي راه حقيقية، وتولي يتعامل معاها انطلاق من هاد الشي هذا، وتولي فعلا يدير واحد الخدمة اللي هي سيغيو. الدماغ تولي يدير واحد الخدمة ديال أنه تولي يعرف أن هاد سميتو هاد الشي حقيقي، وتبدا يتعامل معاه بشكل جدي، وتولي يمسح هذيك المعلومات، ثم تيسجلها. وفاش توقف يعني في هذيك اللحظة ديال العمل، فاش تولي تطبق يعني هذيك الأفكار، تولي الدماغ هذاك الشيء ما تيجيش صعيب، تيجي سهل، واصلا تيكون هو فاهم يعني طبيعة ديال الفكرة، وتتكون عنده واحد، لان القوة ديال الدماغ راه قوي من الوعي ديالنا. راه دابا حنا الوعي ديالنا راه قوي، ولكن الدماغ ديالنا راه القوة ديالو اقوى يعني من اي جهاز كمبيوتر في العالم، من اي جهاز كمبيوتر في العالم، يعني بليونات ديال المعلومات فيه، بليونات ديال الأعصاب، بليونات ديال سميتو. فهنا فاش نعطيو واحد الحاجة مرئية وملموسة، مجرد أنه تيشوف هاد المعلومات تيمسحها وتيسجلها، وحنايا في هذيك الأثناء تنوليو نسجلو يعني الأفكار ديالنا، تنوليو يعني كما تنقولو نطبقو، تجي عملية تطبيق سهلة، وماشي فاش تكون عندنا واحد الفكرة مثلا، فاش تكون عندنا واحد الفكرة ولكن عندنا زيرو موارد، فهنايا فاش تنجيو للتطبيق الدماغ، الدماغ ما تعرفش يدير، الدماغ تتلف ليه الحلوفة. فهمتي، تتلف ليه الحلوفة الدماغ، وما تعرف ما يدير. مي فاش نعطيوه، فاش يكون عندنا كما قلت يعني الموارد، دراسة الموارد، ثانيا ثالثا ثالثا يعني التطبيق، لان بمجرد انك تكون عندك الموارد وتدرس هذيك الموارد، الدماغ تيكون مستعد يطبق هذيك المعلومات اللي سجلها، معلومات اللي سجلها في أرض الواقع. وفي هذه الحالة هذه ما تبقاش عندنا يعني، تولي هذاك البالون اللي كان تمايا تولي يجي عندنا هنايا،
تيولي معانا في الواقع ديالنا، تتولي على دائرة والصندوق، يعني تيولي في الواقع ديالنا. وفي هذا الفيديو هذا اللي تشوفوا من هنا لقدام اللي لنا هنا سالينا، ولكن غادي نوضح لكم الفكره وغادي تفهموا يعني اكثر، يعني لان غادي نجيكم للتطبيق. دابا حاليا انا هضرت بشكل نظري، رغم بعض الناس غادي يفهموا وبعض الناس ما غاديش يفهموا، لكن غادي تشوفوا يعني معاني. واللي تيتسائل شنو هي هادشي اللي صاوبتو، هذا دوار ايت من حدو كاين في ورزازات، تعجبني هذاك القصر ديال القصبة في ورزازات. ومع انا تنصاوب واحد الفيلم 3D خدام عليه دابا هادي 4 شهور، انا خدام عليه بوحدي، تيعاوني حد سميتو. فانا يا تنطور يعني واحد الكونسيبت تصميم ديال البيئة، اي انفايرمنت، والبنية التحتية، طبيعة البنايات اللي بغيت انا تكون في هاد الانيماسيون دي. واختاريت ان هاد النوع ديال البنايات ويكون بسيط جدا، فهمتيني، وتياخد يعني تستمد يعني الشكل الاشكال ديالو تستمدها من التراث ديالنا الامازيغي العظيم. فتحياتي لكم، وما ما تمشيوش، راه الفيديو هذا اللي غادي يكون يعني تتمة، غادي تشوفوا يعني كيفاش نطبقوا هذا الشيء هذا اللي قلت لكم تطبيقيا. تحية سلطانية، تحياتي لكم مرة أخرى. هنايا كما تشوفوا يعني واخا مزربشي شوية، هنايا مشيت لعند الحاج جوجل وهزيت هذوك الشيء اللي بغيت، ودرست يعني المواد اللي محتاجها والموارد اللي محتاجها، وتيليشارجيت كل شيء، وجيت دابا تندرس يعني الاشكال الهندسيه ديال هذاك ديال هذا الكونسيبت اللي تخدم فيه، مثلا يعني واش الاشكال عباره عن مربعات ومثلثات، ونحاول انني نخدم كما قلنا مع الدماغ، نقول ليه ها كيفاش يعني الديزاين اللي تنخدم عليه ولا الفكره اللي تنخدم عليها غير الاشكال اللي مرتبطه بها، فهمتي، مربعات، مستطيلات، مربع واسع، مربع صغير، مربع طويل. المهم تنحاول انني نرسم هاد الرسم للدماغ هاد الافكار هادي، نرسمها عليه باش حتى هو تكون عنده واحد الفكره على شنو انا باغي، فهمتي، باش فاش نبدا العمل انايا ما غادي يكونش الجهد ديالي انا بوحدي، ولكن الدماغ ديالي اوتوماتيكيا غادي يولي هو يدير هذيك الخدمه اللي بغيتها انا، وغادي نوصل لواحد النتيجه باهره اللي ما كنتش انا اصلا تنتوقعها، فهمتي. وهنا كما تشوفوا يعني هذوك المربعات الصغيره والمربعات الكبيره، المربعات الرقيقه والمربعات الغليظه. المهم المربعات غليظه مع ماركات. فالمهم هذه مساله بسيطه، يعني تولي عند الدماغ واحد الفكره على شنو حنا باغيين، وتنبدا يعني بشكل بسيط، تنبدا الفكره ديالي بواحد الشكل بسيط وبسيط وبسيط جدا، باش انني تنقول الدماغ رانا باغي البساطة، ما بغيتش حاجة معقدة، وتنحاول انني نركز تماما في البساطة. وهنا كما شفتو تنبلوكي يعني الشكل الهندسي ديالهم انطلاقا يعني اعتمادا على يعني اشكال هندسية بسيطة اللي هي عبارة على مربعات، فهمتي. ومرة مرة تنحاول نغير يعني الحجم ديال هاد المربعات هذه، ونحاول انني نعتمد حتى على صور اخرى، يعني صور اخرى، ونحاول انني ندمج هذه الاشكال هذه بواحد الطريقه عشوائيه. كما تشوفوا يعني كاين بنايات صغيره وبنايات كبيره، بنايات رقيقه، بنايات ضعيفه، بنايات غليظه. المهم هذه الانواع الاشكال الهندسيه والحجم ديال هذه الاشكال الهندسيه، كما تشوفوا دابا الفكره تتبان يعني باهته، يعني عباره على مربعات عندنا تما لا شيء، يعني لا اشتهاد تبقى بحال شي روبو، ولكن بالنسبه للدماغ فهو راه تيدير خدمته دابا، لانه هو عارف شنو باغي، ومسجل يعني انا سجلت في الدماغ ديالي المعلومات اللي باغيها انا بخصوص هاد التصميم هذا ولا هاد الديزاين. وهذا الشيء كما قلت لكم راه يمكن تابليكيو يعني في اي حاجه في الحياه ديالكم، في اي بروجي، في اي مشكله عندكم في الحياه ديالكم، راه يمكن تابليكيو نفس الشيء. ديما اعتمدوا على الموارد، وهذيك الموارد حاولوا تدرسوها وبداو يعني بالتطبيق، وغادي تلقاو بان الدماغ ديالكم سبقكم بمسافات، انه فهم هذاك الشيء.
فهمتي، وتلقى المعلومات اللي باغي وجمع المعلومات اللي باغي، وتلقاو راسكم بانكم تقوموا بذلك العمل بواحد الشكل يعني سهل، واللي غادي تكون عنده واحد البصمه في الاخير، اللي واخا لبساطته غادي تكون عنده واحد البصمه اش نقول لك ابداعيه، وتكون عنده واحد الجماليه. هنا تنهضر على الفن، ولكن يمكن لكم تطبقوا هذا الشيء هذا في جميع مناحي الحياه، في اي حاجه تطبقوا نفس الاستراتيجي. كما شفتوا يعني بديت بمربعات، دابا راه وليت يعني تنزيد شويه ديال لي ديتاي، لان الشكل الهندسي يعني العام بان ليا، فهمتي، وفهمت يعني الدماغ ديالي فاهم شنو انا باغي، يعني ولا هو تيفكر في بلاصتي ماشي انا تنفكر في بلاصتو. فهنا كما تشوفوا يعني بديت تنزيد في لي ديتاي، بحال السراجم لي فونيتر وداكشي، وتنحاول نزين داكشي بواحد البساطه، وما خصنيش يعني نخرج على البساطه ديال الكونسيبت، ما نزيدش شي حاجه اخرى، نبقى بسيط، فهمتين. ولا ديك البساطه كانت فيها واحد الجماليه، وكانت فيها يعني كان فيها واحد الذوق وكذا، فراح حتى لزتي لي ديتاي هذيك الساعه غادي نزيدها جمالا، فهمتي، لان الحاجه اللي كانت بسيطه واش نقول لك وخايبه، فراح حتى واخا تزيد لها دي ديتاي وديكوريا كيف ما بغيتي تتبقى يعني خايبه. فلذلك الى تبدا شي بروجي ولا اي كان، ديما اعتمد على البساطه، فهمتي، سامبليسيتي يعني البساطه، لانها مهمه جدا. وهنا كما تشوفوا فساليت يعني البلوكاج يعني اللي هو بدائي، كما قلت لكم بسيط هذاك الشيء، يعني ما زدت عليه لا ديتاي لا والو. بديت تنرتب يعني هذيك البنايات، وشنو هو الشكل العام اللي بغيت انا في هذيك البنايه، كيفاش خصو يكون، واش نزيد البنايات، واش نزيد شي ديتاي. المهم زدت شويه ديال لي ديتاي، وهذا الشيء هذا راني نقول لكم راه ماشي انا اللي تنقرر، راه الدماغ ديالي اللي تيشوف، هو اللي تي اوبزيرفي، هو اللي تيدير ديك العمليه ديال السوبرفايزي، او اللي هو اللي تيشرف على هذه العمليه هذه. علاش؟ لانني انا في الاول زودتو في المعلومات، قمت يعني بتجميع الموارد اولا، ثانيا درست هذيك الموارد، رابعا دزت للتطبيق ديريكت، لان الفكره الدماغ اقتنع بالفكره اللي باغي انا، وهو حاليا تيطبقها. شي عياشه يقول لك هادشي جنون، ولكن هادشي هذا فري. فهنا تنزيد في لي ديتاي، ونخليكم الخوت مع النتيجه الاخيره ديال هذا البروجي هذا، يعني النتيجه اللي وصلت لها. ما تزابيوش اخوتي، وتحياتي لكم، كملوا الفيديو وما غاديش تحياتي. يا نزار عاود الهوى هذا وانت كذب حيرين، انزار انزار اتب النعمة بزرار، انزار انزار اترنو ذين وزغر، انزار انزار اتب النعمة بزرار، انزار انزار اترنو ذين وزغر. تفركيوين صلي ضمر راسي سالن تخلكو على غداوين، آيا نزارة ويدا ما نكا وانت تفركيوين صلي ضمر راسي سالن تخلكو على غداوين، آوي ذكرى ذن يلا نزرع يرفض تمزين، آوي ذكرى ذن يلا نزرع يرفض تمزين، عنزار عنزار هاتب النعمة بزرار، عنزار عنزار هاتلو ذين وزغر، عنزار عنزار هاتب النعمة بزرار، عنزار عنزار هاتلو ذين وزغر. ثلاث وغلت النوفا حشبت في
الاسدولاوين اكل يفوذ ريسوا كنن تولاتي زمرين ثلاثو غلسن وفاحش فنت في الاسدولاوين نبك ذا شوي قشنا سفرنت في الليك تذرين نبك ذا شوي قشنا سفرنت في الليك تذرين عنزار عنزار اتسوب النعمة وزرار عنزار عنزار اترنو دينو زعبار عنزار عنزار اتسوب النعمة وزرار